مرحبا. توفي 17 شخص على الأقل وأصيب العشرات بسبب انزلاق للتربة ناجم عن الأمطار الغزيرة التي سقطت بولاية كايا شرق بورما، وكذلك توفي 13 شخص بكاراتشي للأسباب نفسها. كما تم إجلاء أكثر من 360 شخص، ومن المتوقع تساقط أمطار بعد والمزيد من الأمطار. وبالعودة لطقسنا، طقس خريف دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر معتدل، الموج وحرارة 129 درجة. واليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب فوق الجبال، وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 24، على المرتفعات 20، بالبقاع 10 والأرز 6، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 28 بباب التباني وغلبون، ننتقل من بعدها إلى المتحف 29، وجنوباً معركة 28، مارون الراس 26، والخيم 25، ننتقل من بعدها إلى رميلة 27، ومنوصل إلى أنوبين 19. الرطوبة بتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 29، وسرعة الرياح بين 10 و30، والرياح بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 24 أقصاها 29، الجمعة بين 25 و30، ونهار السبت بين 25 و30 أيضا. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 30، القدس 27، الجزائر 22، ونواكشوت 33، برلين 9. هيدا كان كل شيء. باي.